بعض الشباب اليوم ما عنده يمكن إجازة وتوه مطلع إجازة، شوف السرعة العالية التي يعني يسوق ويقود فيها سيارته على الطرقات، ولا حسيب ولا رقيب. خلي ينزل شوية مطر على بعض المناطق وشوف الشباب كيف يقطعون إطارات السيارات إزعاجا للناس وإيذاء لهم. أنا قبل تقريبا أسبوع كنت في أحد المناطق ما بي أسميها، وأنا طالع من الحلقة الأسبوع الماضي برنامج زوايا راجع البيت، والله في شارع عام رئيسي اضطريت أني أوقف على اليمين لأن في واحد أظن مجنون يقود السيارة بحركة طبعا خمسات في الشارع العام، ثم جاء صوبي وما أدري هل هو شارب شيء، محشش، في عقدة نفسية، مخه مضروب، يعني يبي ينتقم من الناس ولا ينتقم من نفسه، يبي ينتحر بس مو عارف شلون. أنا وقفت على اليمين والحمد لله تجاوزني بغير حادث أو إصابة. أحيانا تدخل في شوارع خط سريع وتشوف سيارات يعني ممزقة نصين، وبعضها ما تعرف السيارة هذه شنو نوعها من قوة الحادث، وأسر راحت، شباب صغار ماتوا، والله بالعشرينات أوائل العشرينات شباب فقدهم ذووهم، ثكلتهم أمهاتهم، والسبب طيش. أحيانا بعض الشباب في شارع واحد يشيش الثاني، هذا يسرع هذا يسرع، وشوف يتجاوز الواحد فيهم يمكن 200، تتجاوز سرعتهم 200 ولا يبالون ولا يهتمون. طيب أنت إذا أردت الانتحار وتدخل إلى جهنم حر، لكن ليش تؤذي الناس؟ ليش تقتل غيرك؟ كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. أنا ما أنسى قصص العائلة اللي طلعت من إشارة المرور وإشارة خضراء وجتهم سيارة بالجهة الثانية لأن الحبيب ما له خلق ينطر دقيقة في الإشارة، تجاوز السرعة ويبي يعني تجاوز إشارة الحمراء، فتصادم مع السيارة الثانية والعائلة كلها فقدت بلمح البصر. ما أنسى تلك الأم وبناتها اللي واقفين بحارة الأمان لأن السيارة بنشرت، اتصلت على زوجها علشان يجي المسكين يصلح لهم الإطار، وهم قاعدين في السيارة بكل أمان ينتظرون أبوهم البنات عشان يصلح الإطار، ويأتي ذلك المتهور المجنون لأنه أراد أن يتجاوز السيارات بتوينات ودايس بسرعة خيالية، فدخل إلى حارة الأمان ليتجاوز، فإذا به يصطدم بالسيارة والرجل اللي جاي يصلح الإطار، وجد عائلته كلها أشلاء، ماتت كل العائلة. يا أخوان هذه حرب، حوادث السيارات اليوم ليست قضية عادية، هي حرب. عدد القتلى اليوم عندنا في الخليج شيء خيال، بعض الحروب ما في هذه الأعداد من القتلى في كل سنة، بس في السنة الواحدة أليست هذه أرواح؟ أليست هذه دماء تسيل؟ عندي تقرير صغير راح تشوفون بعض الحوادث، مو كل الحوادث، لكن علشان تعرفون يا أخوان إذا حادث الحديد صار فيه هذا الشيء، شوفوا الحديد شلون متهشم، شوفوا الحديد شلون متقطع، شوف السيارة شلون محطمة. طيب البشر اللي داخلها شنو تتوقعون صار فيهم؟ ثم بعد هذا نسأل شبابنا وبناتنا، ألا يخافون على أنفسهم عندما يركبون هذه السيارات؟ شباب الطايش اللي كل ما تجاوز السرعة مخالفة تافهة، وأنا آسف أقول الكلمة، أن مخالفاتنا اليوم ما هي رادعة، مخالفات المرور للسرعة وللإشارة المرور تجاوزها أو لتجحيص السيارات أو لكل هذه، للأسف مخالفاتها ليست رادعة اليوم، لكن الأضرار أكبر مما نتصور، أكبر من أموال، إنها أرواح سفكت. خلينا نشوف هذا التقرير عشان نستشعر حجم الكارثة. Thank you.
مع ازدياد الكثافة السكانية ومع استهتار بعض الشباب وكثرة الملهيات أثناء قيادة السيارة وخاصة من الهواتف النقالة الحديثة، ازدادت الحوادث المرورية يوما بعد يوم، وكأن هذه المركبة أصبحت مركبة للموت، يصعد إليها الإنسان ولا يعلم هل ينزل منها. فهل من متعب؟ وهل من عقلاء يعون ما آلت إليه هذه السرعة وهذا الاستهتار في القيادة؟ واحد من شبابنا توه ماخذ الإجازة، وهو من أفضل الشباب المتدينين أخلاقا، ومن شبابنا من عيالنا، ما أدري أسمي أقول اسمه ولا ما أقول اسمه، من خيرة الشباب، اسمه عثمان الفهد، الله يحفظه ويطول بعمره وإن شاء الله يبلغ أمه وأبوه، لأنه شاب خلوق ما سوى شيء ترى، ها ما خذ سيارته توه يسوق، أبوه شاري له سيارة جديدة، واقف بالإشارة ينتظر الإشارة تصير خضراء ويمشي كل أمان، ها بكل هدوء، وأمه وأبوه ناطرينه في البيت. بالجهة الثانية واحد من هذول الشباب الطايش اليوم قاعد يسوي بتوينات، طبعا البتوينات هذه اللي دش بين السيارات خطأ، لو جزء من الثانية يعدم اللي حوله، فصار خطأ، دعم سيارة قلبت سيارته قلبت، وهذا مسكين الواقف في الإشارة جت السيارة عليه وانضرب. قاعد عثمان أخونا بين الحياة والموت فترة في المستشفى بالعناية المركزة، لولا عناية الله قبل البشر يمكن ما نجا، لكن الله حفظه، كان في نزيف في المخ، تهشمت عظامه، جروح، دم سال، لكن ربما للقرآن الذي في صدره ودعاء الصالحين نجاه الرب عز وجل. الحمد لله الآن بخير وزين، حتى الأطباء مو مصدقين أنه كان راح ينجو أصلا. شفتوا عثمان أخونا، وشفتوا قبل فترة عمر الكندري قبل سنتين، شفتوا فلان وفلان، ترى شباب ما لهم ذنب، توهم داشين الجامعة ولا توهم متزوج، ولا حتى البنات، تذكرون البنت اللي مسكينة راح الجامعة توها أول سنة رايحة تسوق بكل هدوء، لكن جاء أحد المجانين وطلب السيارة عليها وقتلها. يا أخوان هذه ما هو قتل خطأ، بعض الناس على بالها هذا قتل خطأ، مو خطأ، هذا تعمد، هذا قتل لنفسه انتحار واحد، وإذا قتل إنسان ثاني قتل مؤمن متعمد، لأنه يدري هذه الحوادث راح تقتل الناس. يا جماعة القضية مو سهلة، أنا صراحة أشجع دول خليجية مثل قطر اللي جزاهم الله خير، بعض المخالفات توصل 500 دينار، 500 دينار مخالفة الوحدة في بعض المخالفات الجسيمة. تقول منو عنده 500؟ يا أخي مو لازم تتصادر سيارته وتنباع وخلي يقعد في بيته وطول عمره ما يسوق سيارة، ولا يعدم البشر. احنا لازم يا جماعة نكون شوية، يعني ما أدري، لازم هذا الأمر يدرس من قبل الدولة، إذا الآباء مو قادرين على عيالهم، إذا الشباب طايش لهالدرجة، إذا نفسياتهم مو قادرين يتحملون السواقة ويبون يعدمون اللي حولهم، لازم تكون لنا وقفة. بس خلينا نشوف الأرقام اللي توفيت والأرقام التي أصيبت بعاها والناس المشلولين والناس اللي في مستشفى الرازي، فقط هذه الأرقام تعطينا مؤشر على أنه بوضع خطير جدا في شوارعنا اليوم. أنت ما تأمل لا على نفسك ولا على عيالك في شوارعنا للأسف اللي صارت حرب شوارع، إلا ما رحم ربي عز وجل. فاصل، نلقاكم إن شاء الله بعد الفاصل.